النجمات بيتألقوا في حفل لافت بإطلالات ناعمة وأخرى خاطفة للأنظار. انطلق من ساعات حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية والمعروف عالمياً باين بافتا في دورته 75، وتألقت النجمات وتنافسوا في الظهور على السجادة الحمراء بإطلالات مميزة وخطفوا الأنظار بإطلالاتهم الملفتة، حيث شهد الحفل حضور عدد من النجمات ومن أبرزهم كاتريونا بألف وريبيل ويلسون وإيميليا جونر وإيما واتسون وليدي غاغا. واختارت النجمة كاترينا بالف أن تظهر في هذه المناسبة المميزة بفستان طويل باللون الأسود، وجاء تصميمه بشكل أنيق بأكمام طويلة وقصة شكل الفي طويلة واسعة من الأمام، وكان التصميم مغلق عند الرقبة. وتألقت إيميليا جونر بستايل خاطف بالبريق في فستانها اللي تميز باللون الذهبي، وجاءت قصته على شكل حرف الإكس عند الرقبة وتنورة طويلة منسدلة. أما الممثلة النرويجية رينات رينسيف فكانت إطلالتها هادئة بيضاء مع فستان بتصميم ناعم عبارة عن تنورة واسعة منسدلة طويلة وطبقة شفافة لامعة بتغطي الأكتاف بشكل جذاب أنيق غير تقليدي. وعن النجمة اللي اعتادت الظهور بما هو غير مألوف، النجمة العالمية ليدي غاغا ظهرت في حفل بافتا بفستان طويل باللون الأخضر القاتم بقصة حورية البحر. وكان هناك تصاميم مميزة في الحفل بتخطف الأنظار، وكان من بينها إطلالة النجمة إيما واتسون، فكانت إطلالتها أيضاً مميزة وعبارة عن تنورة بيضاء واسعة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام، والجزء العلوي تميز باللون الأسود بتصميم جريء جذاب متناسق. والجميلة سلمى حايك تألقت بإطلالة مخملية باللون الأرجواني وتميزت بالدانتيل الأسود على الأطراف وأضاف على الإطلالة رونق خاص. وجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام أو جوائز بافتا هي جوائز تقام سنوياً من قبل الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون، وهي النسخة البريطانية اللي بتحاكي جوائز أوسكار. وتأسست هذه الأكاديمية في عام 1947، وعرفها الجمهور باسم الأكاديمية البريطانية للأفلام. وفي عام 1958 اندمجت الأكاديمية مع نقابة المخرجين ومنتجي التلفزيون لتشكل جمعية للسينما والتلفزيون، واللي أصبحت في النهاية الأكاديمية البريطانية للفنون السينما والتلفزيون، وكان ذلك في عام 1976.